دايم، وتجي أسئلة عن طريقة الكبد. وشو الكبد تحتاج حرارة عالية، لازم نار قوية بالمرة علشان تنحمس بسرعة، ما تنزل ماء ولا شيء، وتحافظ على رطوبته وطعمه. طبعا أهم شيء ملح وكمون وفلفل أسود، عاد اللي بفلفل أحمر على حسب ذوقه، طبعا بالإضافة للفلفل الأخضر البارد والفلفل الأحمر والبصل. بسم الله. طبعا زيت زيتون لازم يصير راحي، ونحط الكبدة هكذا. البصل والفلفل الأخضر لازم على نار عالية، ولازم النار تلهبه، لازم تاخذ هي نكهة الشوي. شوف شلون ما به رطوبة أبد، هذا جماله. هذه التقاطيع اللي هي القلب والكلاوي، بدون بصل بدون شيء، بس فلفل وملح.